بونجور مشير، جيسبر كو فوز علي بيان. السلام عليكم اعزائي، اتمنى ان تكونوا بصحه جيده. فيديو اليوم هو فيديو مخصص الى الجمله او لا فراز. سنتعرف على لا كومبوزيسيون، تركيبها، لي تيب، انواعها، لي فورم، اشكالها. اذا لا تنسوني بالاشتراك والاعجاب ليصلكم كل جديد، فبدعمكم وبحبتكم سنعطي اكثر ليستفيد نسبة أكثر. وإذا رأيتم أن هذا الفيديو يفيد الجميع فقوموا بنشره، فلكم الأجر والثواب. Commençons avec la définition de la phrase. لنبدأ بتعريف الجملة. La phrase suite de mots organisés qui a un sens. هي مجموعة من الكلمات منظمة لها معنى، بحيث أن إذا كانت هناك مجموعة من الكلمات ليس لها معنى وليست مرتبطة ببعضها فلا نعتبرها جملة. Qui commence par une majuscule et se termine par un point. إذن الجملة تبتدئ دائما بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Prenons un exemple. Le maître explique la leçon. الأستاذ أو المعلم يشرح الدرس. Le maître explique la leçon. Le maître, هو الفاعل. Explique, الفاعل. La leçon, c'est le complément. إذا الجملة تتوفر فيها جميع الشروط. أولا تبتدئ ماجيسكول وتنتهي بنقطة. لها معنى، تتكون من عناصر مهمة في الجملة. أساسيات الجملة، الفعل والفاعل والمفعول به أو ظروف. ظرف زمان، ظرف مكان وغيرها. On va voir les formes de phrases. في النقطة الثانية سنتعرف إلى أشكال الجمل. لماذا أشكال الجمل؟ لأنها أعم من أنواع الجمل. أنواع هذين الشكلين يمكنان أن يكونان جميع أنواع الجمل التي سنراها في النقطة الثالثة. إذن هناك شكلان أساسيان. Les phrases affirmatives et les phrases négatives. Les phrases affirmatives هي التي نجيب عنها ب oui. La phrase qui dit oui. إذن لكي نؤكد على شيء ما. هي الفراز التي لا نرفض فيها شيئا. بنقول مثلا mon petit frère pleure. Oui, mon petit frère pleure. إذن أخي يبكي. هذه الجملة ليس فيها رفض، إذن فهي جملة أفرماتيف. إذن لكي تفرقها عن الفراز نيجاتيف التي تضمن أو تجيب على السؤال non. الفراز كي دي non. إذن أو الجملة النافية. عندما تجدون في الجملة ne pas, ne plus, ne jamais, rien, فهي جملة négatif. مثال mon petit frère ne pleure pas. أخي لا يبكي. إذن الفرق ما بين la phrase affirmative et la phrase négative هي وجود ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. شيء سهل. تفرق ما بين les deux formes. الجملة affirmative ليس فيها وسائل النفي ne pas, ne plus, etc. والنيجاتيف تتضمن النفي ne pas, ne plus, etc. هذا troisième point. في النقطة الثالثة سنتعرف على les différents types de phrases. Les types de phrases. إذن في النقطة الثالثة سنتعرف على أنواع الجمل. وكما تلاحظون هناك أربعة. Phrase déclarative. Interrogative, phrase exclamative et phrase impérative. Et donc, comme vous le voyez, il y a quatre types de phrases. La phrase déclarative, ou qui est appelée en arabe, la phrase déclarative est utilisée pour informer ou décrire une chose. Et donc, la phrase déclarative est utilisée pour informer المعلومات. Pour informer, إعطاء المعلومات. Ou décrire une chose. وصف شيء ما. إذن نستعمل الجملة للوصف وللإعطاء المعلومات. La phrase déclarative أو الجملة الإخبارية commence par une majuscule et se termine par un point. الجملة الإخبارية تبتدئ كعادة الجمل بماجيسكيل وتنتهي بنقطة. لاحظ الجملة. أحمد joue avec Amin. أحمد joue avec Amin. أحمد يلعب مع أمين. هنا الجملة ابتدأت بماجيسكيل وانتهت بنقطة وتعطي معلومة أن أحمد يلعب مع أمين، تخبر بشيء ما، لهذا تسمى
une phrase déclarative. Une phrase déclarative. Type ou نوع ثاني, la phrase interrogative. La phrase interrogative ou الجملة الاستفهامية sert à poser une question ou utiliser pour poser une question. يعني عندما نريد أن نستفهم أو نعرف شيء ما أو نطرح سؤال نستعمل la phrase interrogative. La phrase interrogative سهلة جدا. Commence avec une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Exemple, est-ce que Ahmed joue avec Amine? Est-ce que Ahmed joue avec Amine? لاحظوا معي الجملة تبتدئ ب majuscule وتنتهي ب point d'interrogation أو علامة الاستفهام. هنا نريد أن نعرف شيء ما إذا نستفسر نستعمل la phrase interrogative. Troisième type de phrase. أو النوع الثالث من الجمل la phrase exclamative. La phrase exclamative أو الجملة التعبيرية. الجملة التعبيرية هي جملة تسمح لنا أو ne permet d'exprimer un sentiment de colère ou bien joie ou bien admiration. عندما نريد أن نعبر عن أي نوع من أنواع الأحاسيس سواء كان هذا الإحساس بالفرح أو الإعجاب أو الغضب فإننا نستعمل الفراز إكسكلاماتيف. الفراز إكسكلاماتيف يمكننا أن نعرف الفراز إكسكلاماتيف أو الجملة التعجبية أو التعبيرية فقط بمسألة بسيطة وهي وجود point d'exclamation. لاحظوا الجملة quel beau jour, quel beau jour. إذن الجملة لاحظوا تنتهي ب point d'exclamation علامة التعجب. هنا أقول كم هو جميل هذا اليوم. بيان هذا تعبير عن الإعجاب. أو أقول j'ai peur, j'ai peur. أنا خائف. إذا هنا أعبر عن الخوف. استعملوا point d'exclamation والجملة تدل على أنها تعبر عن إحساس ما. آخر نوع هو la phrase impérative ou bien la phrase injonctive. تسمى الجملة الأمرية. La phrase impérative est utilisée pour donner un conseil ou un ordre ou bien une consigne. إذن الجملة الأمرية تسمح لنا بإعطاء نصيحة, إرشاد أو أمر. ثم la phrase impérative لأنها تبتدئ بفعل الامبيراتيف. Conjugué à l'impératif. تبتدئ بفعل مصرف في الامبيراتيف أو الأمر. مثال جملة Ne cours pas. لا تجري. Viens ici. تعال هنا. إذا لاحظوا معي les deux phrases أو الجملتين ce sont deux phrases impératives. النوع أو type impératif. أما إذا تحدثنا على la forme أو الشكل فإن الأولى négatif لأن فيها ne pas والثانية affirmative ليس فيها ne pas. وصلنا إلى نهاية ولم يبقى لنا إلا القول merci bien pour vous tous. شكرا لكم جميعا ولا تنسونا بسابوني أو اشتراك تفعيل الجرس وإعجاب أو لايك أو جيم لمحتوى القناة لكي تدعمونا لكي يصلكم دائما الجديد ونعطي أكثر.